السلام عليكم مشاهدينا الكرام من منطقة باب العمود. الحديث اليوم مع أهالي الداخل الفلسطيني الذين وصلوا إلى مدينة القدس لزيارة المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه. نتحدث مع زوار المدينة، معنا هنا يعني إحدى السيدات من مدينة شفا عمر، يعطيك العافية. يزيدك عافية. نعم، يعني بداية تخبرينا عن زيارتك اليوم لمدينة القدس، كيف بدأ مشوارك ومن أي ساعة؟ تخبرينا عن هذه الزيارة. جنن زيارة، فيش أحلى هيك زيارة، ما في. إن شاء الله كل يوم زيارة بالقدس. احنا من شفا عمر. اهلا فيكم. وبيك. من اي ساعة طلعتوا من البيت؟ طلعنا من الساعة 7. من الساعة 7، اي ساعة وصلتوا؟ كيف كان مشواركم؟ جنن، مشوارنا جنن. طلعنا هون، وصلنا هون باب العمود الساعة 1. يعني طلعين من الساعة 7 وصلتوا الساعة 1؟ لا، وصلنا على 10 هون، على 10. على 10. يعني بنتحدث برضو عن ساعات بالطريق، يعني قديش مشاق السفر، ورغم هذا المشاق قديش بتستمتعوا فيه، يعني رغم التعب؟ أربع ساعات بجنن المشوار. المشوار بجنن رغم طول المدة، لكن أنتم مبسوطين وفرحانين. مبسوطين، فرحانين، كيفين. أحلى هيك مشوار ما في. يعني بنشاهد هون مجموعة من النساء والأطفال أيضاً. كيفين الأطفال كله. احكينا على زيارتكم كيف كانت، يعني مجموعات بتيجوا بحافلة واحدة؟ كنياتنا بحافلة واحدة. جينا حوالي أربع بازات. ثلاث بازات. انبسطنا بلاي كثير. نعم. يعني احاول احكي ايضا مع الموجودين معنا هون. شكرا لك، يعطيك العافيه. مرحبا، يعطيك العافيه. وعليكم السلام ورحمه الله. تعرفيني بحالك، لو توقفي هون بس شوي. تعرفيني بحالك؟ من شفا عمر. اسم حضرتك؟ رغده. اهلا فيكي. يعني شايفين اليوم هذا التجمع، حكيتوا عن ثلاث حافلات وصلتوا اليوم من شفا عمر لمدينه القدس، قديش تعني لكم مدينه القدس وقديش اهميه الزياره لها؟ احنا نقطع مسافات من بلد لبلد عشان نيجي نزور الاقصى المبارك، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، واحنا نتعب عشان هين نيجي نركع ونصلي ونشوف الناس الطيبه واهل القدس قديش طيبين وغاليين ومقامهم عالي. عن جد الاقصى مش كل اي حدا يقدر يصل لها، واحنا الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله الله يقوينا ونضلنا ان شاء الله كل مره نضلنا نجي على الاقصى المبارك، والله يحمي الاقصى ويحمي القدس كلياتها. امين يا رب. يعني دائما نسمع من اهالي مدينه القدس انه اهل الداخل لما يوصلوا لمدينه القدس بنعيشوا المدينه. تخبرينا ايش بتعملوا، كيف اجواءكم، جولتكم من وين بتبلش، الاسواق اللي بتلفوها، تحكي لي عن هذه الجوله اليوم. زي اليوم كيف تجول؟ احنا نزلنا من باب العمود، مشينا بالسوق، ومن السوق كملنا مشوارنا للأقصى المبارك، ومن الأقصى المبارك إحنا راجعين على بلدنا. بس إحنا لو يطلع بيدنا كل يوم نيجي على الأقصى المبارك، لأنه قديش هي مقامها عالي وغالية، والله غالية. يعني شايفين كمان حاملين معكم أكياس، شايلين أغراض من القدس. زي إيش الأشياء المميزة اللي ممكن تشتروها من القدس من البلد القديمة؟ الكعك اللي على زعتر، الملبس، كل إشي إله رمزه بالقدس إحنا قاعدين نجيبه. كل إشي له مقامه زي ما يقولوها بالقدس نشتريه، وكعك وملبس وكل إشي. كل الاحترام، شكرا لتواجدك معنا. يعني أيضا في حد بحب يشاركنا كمان بهذا الحوار، يعطيك العافية. اتعرفينا باسم حضرتك؟ اسمي جميلة من شفا عمر. أهلا فيكي. يعني شايفين هالجمعة الحلوة، قاعدين بتستنوا هلا الباص لتروحوا؟ أيوة مزبوط بالضبط. كيف كان مشواركم اليوم بالقدس؟ الله والله هيك يعطينا كل يوم نيجي على القدس، ومنزهقش منه ومنتعبش منه، مشواره فيش احلى منه، بكفي بس نفوت هيك اشي بيكون غمة على صدرنا وبتتروح، يعني راحة غير شكل. الحمد لله. مع مين اليوم جاي؟ اجيت مع جيراتنا، يا احنا كلنا هون من شفا عمر. يعني جمعتوا النساء وجيتوا بحافلة واحدة؟ ثلاث بساط. ما شاء الله. كيف لقيتي فرحة الأطفال كمان لما وصلوا مدينة؟ مبسوطين، مكيفين، لك محلاهن قد ما هن مبسوطين، هيان معنا هذول، وهذيك بنتي كمان الحمد لله حلوة. يعني القدس كمان أطفالك جبتيهم اليوم؟ لا، بنتي هذيك، هي تعالي احكي كلمة ملك، هذيك بنتي ملك. تعالي يا ملك، تعالي احكي كلمة. يعني شايفين هذه الفرحة بوجوه الأطفال وجميع النساء الموجودين، يعني رغم مشاق السفر لكن هذه الفرحة والحمد لله عقلبنا مثل العسل. الحمد لله. يعني رسالتك اليوم لكل أهل الداخل الفلسطيني وكل الفلسطينيين اللي بيقدر يوصل لمدينة القدس تحديدا، شو بتحبي تحكي لهم؟ إن شاء الله كل واحد بيخضر يجي على القدس، كل بني آدم فلسطيني وفيش إشي مع وراء يجي على القدس. القدس إلنا كل يوم كل يوم كل يوم، الأقصى إلنا إن شاء الله نضل عايشين، نضل نجي على القدس والأقصى.
تواجدك معنا. إذا مشاهدينا الكرام شاهدنا في هذه النافذة فرحة الفلسطينيين وتحديدا أهالي الداخل الفلسطيني بوجودهم بمدينة القدس، هذه الفرحة التي ينتظرونها مع كل زيارة رغم مشاق السفر، إلا أنهم يفرحون عند وصولهم إلى المدينة المقدسة وتحديدا إلى المسجد الأقصى المبارك. وأيضا سمعنا إلى الدعوات لكل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس بزيارة المدينة والتجول في أسواقها والصلاة في المسجد الأقصى المبارك. Thank you.